إلى خاله العزيز عبد الفتاح بيك وطنط ديدي هانم. هايس وتعزنين. مين؟ صورة مين؟ تقدر تدخلوا أكتر من كده أنا هاجي بالك أقربوا منها خالص. أنتوا شايفين الصورة دي؟ البنت الحلوة الصغيرة دي؟ تقرب لك إيه يا عز؟ ده أنا. عايزك عجبكم اللي بيحصل لي ده كده دلوقتي بالزمن. عايزك وهو صغير ايه ده كانوا بيعملوا فيك ايه؟ قال الى خاله العزيز عبد الفتاح